مساء الخير من الـ LBCI، إليكم أبرز عناوين نشرة الليلة. إسرائيل تقيم حاجزا بحريا في بياه النقورة. تظاهرات في عرسال احتجاجا على إجراءات الجيش. وفي النشرة لعنة الطائرات الماليزية 162 راكبا في مهب الريح. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباز. مساء الخير. في البحر إسرائيل تقيم الحواجز الإلكترونية لمنع حزب الله من القيام بعمليات تسلل أو هجمات بالقوارب. إجراءات جاءت بعد نشر وسائل إعلام إسرائيلية صورا لعسكريين على الحدود اللبنانية زعمت أنها لجنود إيرانيين. أما في البر فإجراءات جديدة للجيش اللبناني في عرسال تثير اعتراضات أهل البلدة. فقد بات على أي مواطن لبناني أو سوري يرغب في العبور إلى جرود عرسال أن يحصل على تصريح مسبق من استخبارات الجيش. هكذا يعود الأمن إلى أولويات نهاية العام اللبناني، فيما يشهد الملف السوري حركة مصدرها موسكو. وقد لاقت المساعي الروسية لجمع وفد من النظام وجزء من المعارضة ترحيبا من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. اللافت أن هذا الترحيب جاء بعد يوم على لقاء العربي رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة الرافض لمبادرة موسكو. لكن المآسي لا تقتصر على الحروب، فقد استفاق العالم اليوم على كارثتين. الأولى فقدان طائرة ماليزية على متنها 162 شخصا. أما الكارثة الثانية فنشوب حريق في عبارة قبالة سواحل اليونان على متنها نحو 500 شخص.